الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أنا لا أتحدث من أجل وراء أو غريب، ببساطة شديدة عقلية. أنا والدكتور بديع والدكتور صفوة الحجازي قدمنا النظام الانقلابي في أكثر من 25 قضية جنائية في كل محافظات مصر. ولو حضرتك وهيئتك المحترمة المعبرة قررت مراحلنا، فإحنا عندنا مؤكد النظام الوطني لا يميل إلا لله. وإنت بتاخد حقك والحكم ده بتاعك. أنا أقول حتى لو صدرت البرامج من هذه الهيئة المعبرة، وهذا ما أنا أنشده لأشكيكم لا لأشكينا والله، فمؤكد النظام الانقلابي قادر أن يعطي أوامر لهيئات أخرى بإعدامنا، ونحن نشرف وننتظر بإذن الله تبارك وتعالى أن يشرفنا الله تبارك وتعالى بأن نلحق بأبنائنا وشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. أنا لا أتحدث سيدي والله وأقسم بالله والله يشهد، علشان يبقى في نهاية الجلسة وهم دول الأسود، هم دول الأسود، أعداء الوطن أو أعداء النظام المجرم الغاشم الفاجر بقيادة عبد الفتاح السيسي. هم دول الأسود اللي بيقفوا قدام النظام المجرم اللي اتحكم عليهم النهاردة بالإعدام. هم دول اللي النظام ليل نهار خايف منهم، مرعوب منهم، هو حاططهم جوه السجون وفي نفس الوقت في قمة الرعب من ناس سجنهم وقافل عليهم الزنازين. الوجوه الطهرة المتوضعة اللي مش فارق معاهم الموت من الحياة، مش فارق معاهم أي حاجة غير حرية البلد ونهضة البلد، مش فارق معاهم لا ظالم ولا جبار ولا باطش ولا دبابة ولا سلاح. الناس اللي حطت روحها على كفها ورفضت الذل والخضوع مقابل الحياة، الشرفاء اللي اتأمر عليهم كل كلاب الأرض والعملاء والخونة والصهاينة، الشرفاء اللي مش فارق معاهم إعدام أو حتى براءة. البلتاجي وإخوانه لو كانوا فنانين بايعين شرفهم ومبادئهم كان زمانهم دلوقتي بيتكرموا وبيخرج منهم كل ما هو أم مثالية وغيره، طبالين ورقصين وزمارين وحاجة تقرف، لكن دول أطهر من دول، دول أشرف من دول. كان زمانهم دلوقتي لو حبة من المنتفعين والشلالية كان زمانهم بيتكرموا قاعدين في الصفوف الأولى. الشيخ عبد الرحمن البر وإخوانه لو كانوا باعوا البلد واتأمروا على بلدهم كان زمانهم في الحكم وبيتكرموا في المحافل الدولية. عصام العريان وإخوانه لو كانوا تنازلوا عن دينهم كان زمانهم رجال أعمال وفلوسهم في بنوك سويسرا، وكان زمان القاضي الفاجر الفاسد قال لهم عودوا إلى أماكنكم. لازم تبقى عارف إن البلد اللي تحاكم الشرفاء والعلماء وأصحاب الدين وتحكم عليهم بالإعدام وتكرم الرقاصين والطبالين وترفع الطبالين يبقى بيحكمها خونة وعملة ولصوص وقتلة، ويبقى أي حد معارض للنظام شريف ومحترم، وأي حد في صف النظام عميل. وهي دي المعادلة اللي ملهاش غير طريقين، يا إما شرف يا إما خيانة. وإنت بقى حضرتك اختار لنفسك المكان، لأن مفيش منطقة في النص. اختار لنفسك، هتبقى شريف يا تبقى عميل، يا تبقى خاين يا تبقى محب لهذا البلد ولتراب هذا البلد. يبقى انت لازم تختار وتعرف وتمايز الصفوف، عشان ما تقول وقفتك في النص دي بصراحة كده ملهاش لازمة ولا هتنفع البلد في حاجة. الوقفة بتاعت في النص دي ما بتبقاش للرجالة، الرجالة معروف موقفهم ايه ومبادئهم فين وهيقفوا مع مين. الرجالة ما بيحدوش عن الحق ولا مبادئهم بتحيد عن الحق.